طبقها اعتبارا من صباح غدا الاربعاء وهتستمر لمده اسبوعين. اول قرار في هذا الموضوع هو حظر حركه المواطنين على كافه الطرق العامه اعتبارا من الساعه 7 مساء حتى 6 صباح اليوم التالي. القرار الثاني ان بالتوازي مع حظر حركه المواطنين طبعا هيتم ايقاف كافه وسائل النقل الجماعي العام والخاص لنفس الفتره من الساعه 7 مساء الى 6 صباحا، وبالتالي ده يسري على كل الوسائل النقل اللي بيبقى فيها تجمع لعدد من المواطنين سواء عام او خاص. الجزء الثالث والماده الثالثه ان ستغلق ابتداء من الساعه 5 مساء حتى 6 صباح اليوم التالي امام الجمهور كافه المحال التجاريه والحرفيه بما فيها محلات بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجاريه او ما نطلق عليه المولات. سيكون مواعيد عملها من 5 مساء الى 6 صباح اليوم التالي مع الغلق الكامل يومي الجمعه والسبت. هذا القرار لن يسري على المخابز ولا محل البقاله ولا الصيدليات او السوبر ماركتس اللي بتبقى متواجده خارج المراكز التجاريه. الماده الرابعه هتغلق جميع المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليليه واي ما يمثلها من محال ومنشات تقدم انشطه التسليه او الترفيه. ده سيكون غلق كامل طوال هذه المده، كما ستغلق امام الجمهور جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشات تقدم المأكولات على ان يقتصر العمل بها على خدمه توصيل الطلبات الى المنازل فقط. المادة الخامسة ستعلق جميع تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري والسجل المدني وتراخيص المرور وتصاريح العمل والجوازات ورخص البناء. هذا الموضوع فقط الذي سيستثنى منه هو مكاتب الصحة علشان موضوع قيد سواء المواليد أو الوفيات اللي بتبقى بتحصل طوال هذه المدة. المواطن اللي هيسأل يقول طب أنا رخصتي أو بطاقتي المفروض كانت تخلص في خلال الأسبوعين دول، تم التنسيق مع وزاره الداخليه ان سيتم مد سريان عمل كل هذه يعني المستخرجات الرسميه طوال مده الحظر، بحيث ان حتى لو بطاقتك او رخصتك بتخلص في هذه المده احنا هنعتبرها ساريه معانا لما بعد انهاء هذا الحظر. فالماده السادسه هو غلق كل النوادي الرياضيه والشعبيه ومراكز الشباب وصالات الالعاب الرياضيه بكافه انحاء الجمهوريه. تعليق الدراسه في كافه المدارس والمعاهد والجامعات لمدة 15 يوم أخرى إضافية بعد انتهاء القرار اللي احنا كنا طلعناه قبل كده اللي هو كانت انتهاء ميعاد انتهائه يوم 29 مارس. أيضا سيستمر العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيض حجم الموظفين والعاملين في المصالح الحكومية وكل الشركات القطاع العام والقطاع الأعمال العام والأجهزة التابعة للدولة أيضا 15 يوم إضافية بعد انتهاء مدة القرار الماضي اللي هو كان بينتهي في الأول من إبريل. يبقى احنا بنمد كل الكلام ده أيضا 15 يوم. القرار بينص صراحة إن سيتم تطبيق العقوبات اللي موجودة في قانون الطوارئ فورا على من سيخالف هذه القرارات. العقوبات عشان نبقى عارفين بتبدأ بغرامات مالية تصل إلى 4000 جنيه وتنتهي بالحبس. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.